بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي دي اخر مسألة خدناها في المحاضرة وفي السكشن، مسألة بتاع الام ام 1 بتاع التايم درايفن والايفن درايفن. الايفن درايفن اهم من التايم درايفن، هي اللي بتكفي الامتحان على طول، بس ممكن يرخم ويجيب الاتنين. دلوقتي بيقول لك عندك مسألة الانتر الارايفل ريت بتاعك 20 على اتش، والسيرفر ريت بتاعك 25 على اتش. دلوقتي المسألة قالك ان هي ام ام 1، مش هيجيب حاجة غير ام ام 1. المعادلة بتاعتك طالما ام ام 1 تبقى اكسبوننشال ديستريبيوشن. التايم درايفن ليها معادلات، والايفنت درايفن ليها معادلات تانية. الارايفل ريت ده اللي هو اللاندا 20 على 20 كل ساعة، والسيرفر ريت ده اللي هو الميو. بيجيب اللاندا بيجيب الميو بتاعك 20 على 60، اللي هو اللاندا بتاعتك 20 على 60 الارايفل ريت. والديبارشر ريت او السيرفر ريت اللي هو 25 على 60، بيطلع معاك هنا 15 على 12 وهنا تلت. اول نوع اللي هو التايم درايفن. التايم درايفن ده اول حاجة ان هو ليه معادلات، واحد ناقص اي سالب لاندا في تي. التي ده اللي هو الوقت، يعني الوقت ده هو بيديهولك انت، لو ما ادهولكش بيبقى بواحد اولا. ثانيا هو الوقت ده هو بيجي يشوف في السيستم حسب الوقت ده، يعني التايم بتاعك بيمشي بطريقة ثابتة حسب التي دي. التي اداها بتكتبها، ما اداهاش بتبقى بواحد. بتكتب في المعادلة بتاعتك بتعوض، هتلاقي معاك ان الارايفل بتاعك ب 2.81 من 1000. هتقول ان الراندوم نمبر بتاعك عشان حد يجي لازم يطلع بين الصفر والبوينت 2.8. الراندوم نمبر بتاعك اللي هما دول اللي هو المفروض من 0 لواحد، اللي هو المفروض هيتقسم على 1000. هتجيب المعادلة التانية بتاعة الديبرشال او السيرفر ريت، هتقول واحد ناقص اي سالب ميو في تي. التي دي اللي احنا قلنا اتفقنا ان هو لو مداش بتبقى بواحد، والميو دي اللي احنا جبناها بخمسة على اتناشر، وبتحسب معادلتك عادي يطلع ب 34%. برضو الراندوم نمبر عندك لو طلع ما بين الصفر والاربعة وتلاتين من مية يبقى في حد مشي من السيستم. انا دلوقتي في التايم درايفن انا ما بعرفش اللي هيجي امتى، وما بعرفش اللي هيمشي هيمشي امتى. انا باجي اشوف في حد جه، في حد جه، في حد مشي، بشوف مشي ولا ما مشيش، جه ولا ما جاش. انا ما بعرفش جه امتى، ما بعرفش هيمشي امتى، ما بعرفش اي حاجه تاني. المفروض بتعمل قال لك هتقف امتى، قال لك في المساله هنا ستوب ات 3 كومبيتيشن، يعني لما 3 يخشوا ويخرجوا تقف. اول ما تلاقي 3 يس في الديبرشل يبقى كده انت خلصت مسالتك. بتعمل الجدول بتاعك. التايم اتفقنا ان هو التايم ما قالش يبقى بواحد، بتمشي واحد ثابت من 0 لواحد، واحد لاتنين، اتنين لتلاتة ثابت كده. بتشوف في كام واحد في السيستم، هو المفروض لو ما قالش يبقى مفيش حد في السيستم، انما لو قال بتحط العدد اللي قاله في السيستم. هو ما قالش يبقى مفيش حد في السيستم، ما قالش حاجة. دلوقتي مفيش حد في السيستم عندي، سيستم فاضي. فانا اشوف ال براندوم نمبر بتاعي هروح اعوض بيه في المعادلة دي، اعوض بيه في الرينج ده، الاقي ايه هو الرقم راندوم نمبر في الرينج ده. في الرينج ده يبقى معنى كده ان في حد جه، يبقى الارايفر يس في حد جه. دلوقتي انا ما عنديش حد في السيستم، ما ينفعش اشوف في حد مشي ولا لا، هو اصلا ما فيش حد جه عشان يمشي، يبقى مش هكتبها المره دي. في التايم واحد في واحد معايا في السيستم اللي هو جه، هشوف بالراندوم نمبر اللي بعده في حد جه تاني، هشوف في المعادلة اللي فوق دي هلاقي ان هي مش موجودة في الرينج ده، يبقى مفيش حد جه، يبقى الارايفر نو. هشوف الرقم التاني اللي هو الراندوم نمبر اللي بعده، بجيب الراندوم نمبر من هنا، الاول التاني التالت. انا في التالت دلوقتي اللي هو ستة ستة خمسة، اللي بقسمه على الف، ستة ستة خمسة بقسمه على الف، بشوفه هو في الرينج ده هلاقيه لا مش في الرينج ده، يبقى مفيش حد مشي. هروح للي بعده التايم اتنين، في واحد بس معاه في السيستم، هشوف الراندوم نمبر اللي هو سبعة أربعة ستة، اللي هو سبعة أربعة ستة، سبعة ستة أربعة، في حد جه؟ هلاقي لأ مفيش حد جه. هشوف الرقم اللي بعد تمانية أربعة اتنين، في حد مشي؟ هلاقي إن مفيش حد مشي، ولا حد جه ولا حد مشي. الرقم اللي بعده معايا واحد في السيستم، التايم بتاعي تلاتة، في حد جه؟ لأ مفيش حد جه. في حد مشي؟ في واحد مشي، يبقى ايه؟ في واحد مشي.
الياس عند الدبرشل دي اول ياس، ناقص لي 2 ياس والمسألة تخلص. افضل ماشي بقى، ما عنديش حد في السيستم. في حد جه؟ لا ما حدش جه. ما عنديش حد عشان اشوفه مشي ولا لا، يبقى ما بكتبش هنا حاجة لغاية ما الاقي ياس. هنا هبدأ هاخد الدبرشل اشوف هيمشي امتى. اللي جه ده اول ما وصل هنا في واحد ياس تاني، في واحدة ياس تالتة، كده المسألة عندي خلصت. بقى عندي 3 ياس 3 مشوا. تمام، بحسب حاجة اسمها التوتال ايدل تايم والتوتال ووتنج تايم. المفروض بعمل جدول زي جدول مثلا اللي هو السيرفر اللي احنا خدناه. هو مش عامل الجدول في التايم، هو الجدول اللي هو زي ده كده، بتحط فيه الثلاثة كاستمر، وبتحط فيه الارايفر هو جه امتى، والاون بدأت فيه امتى، والاوف هو خلص امتى، وهو قاعد مستني قد ايه، والايدل توتال والايدل. بتجيب هنا في الجدول الكاستمر 1 مثلا، هو جه اول واحد جه في دقيقة 1، بقى عندي واحد في السيستم. مشي امتى؟ مشي هنا في اليس، بقى رجع مشي في دقيقة 4، يبقى هو جه واحد ما كانش في حد قبله، فدخل واحد وخلص 4. هتقول ان هو ما فيش ويتنج، والايدل انا من صفر لواحد الايدل بتاعي واحد، وهكذا في الثلاثة، وتجيب التوتال ويتنج والتوتال ايدل. اهم حاجة بقى الايفنت درايفن او الايفنت سكان، ده اللي بيجي غالبا في الامتحان، بيبقى ليها معادلات تانية غير المعادلات اللي فوق. هنا بتعوض في معادلات مش بتعوض في رينج بين حاجتين. عندي اول معادلة للانتر ارايفر بتاعي، الاكس بيساوي المعادلة العادية بتاع الاكسبوننشال ديستريبيوشن سالب لين واحد ناقص ار على لندا، باللندا عندك كانت بتلت، كانت بتلت، المعادلة عندك بتوصل لكده. بتعوض الراندوم نمبر مكان الار دي، وبقى اللين دي موجودة في الآلة المفروض. وفي معادلة تانية للديبرشال، الإكس ديبرشال سالب لين برضو واحد ناقص ار بس على ميو، الميو عندك اللي هي 5/12، برضو بتعمل معادلة. المجهول الوحيد عندك بيبقى الار اللي هو الراندوم نمبر اللي موجودين معاك فوق، اللي هو بتقسمهم يبقى الرينج بتاعهم من 0 لـ1، وبتكتب هنا الرينج من 0 وار و1. التايم الايفنت سكان بيختلف عن التايم سكان. هو المفروض في التايم سكان بعرف الوقت بتاعي 0 1 2 3 4 5، بس ما بعرفش هو هيجي امتى بالظبط، انا بسأل وخلاص. انما في الايفنت سكان انا باجي في الوقت، بحسب هو هيجي امتى وبروح له في الوقت ده، هو هيجي بعد 3 دقايق اروح له بعد 3 دقايق، يجي بعد ساعتين اروح له بعد ساعتين، انما ما باجيش وخلاص. هو احسن في الايفنت سكان، احسن ان انا ما بضيعش وقت، ما بضيعش معلومات، بعرف جه امتى بالظبط وهيمشي امتى بالظبط. بس المشكله ان هو صعب، صعب ان انا احدد هيجي امتى بالظبط، صعب ان انا احدد هيمشي امتى بالظبط، اللي هو في الكودينج وفي الحاجات دي بتبقى صعبه، اصعب من التايم سكان. ده كله ما لناش دعوه بيه في المساله اصلا. اهم حاجه عندي ان هو المفروض بعمل الجدول بتاعي، الايفنت بتاع الحدث هو arrival ولا departure، التايم بتاعي الكاستمر ان سيستم، الراندوم نمبر بتاعي، وبشوف انهي هو arrival ولا departure. الخطوه الجايه اول حاجه ان التايم بزيرو، الايفنت لسه مفيش ايفنت، في مفيش حد في السيستم. باخد اول راندوم نمبر من فوق، الراندوم نمبر ده بروح حطه في المعادلة دي، بحسبه، بشيل ال R وحط ال 96 من 1000، بيطلع معايا ال Arrival بتلاتة تلتمية تلاتة من 1000، وال Departure مفيش حد موجود عشان يمشي. يبقى ايه اللي هيحصل؟ اكيد هيحصل يعني بعد تلتمية تلاتة من 1000 دول حد هيجي، فانا هقول ان في حد هيجي الخطوة الجاية، واروح للوقت اللي هو هيجي فيه، اللي هو بقى الوقت بتاعي هيمشي، هستنى 303 دقيقة دول. وفي حد جه بعد 303 دقيقة، في حد جه، بقى عندي كام واحد في السيستم؟ واحد. هشوف بعديها اللي هيجي بعديه امتى، هجيب راندوم نمبر اللي بعده، هو عوض برضو فيه بنفس المعادلة مكان ال R، احط راندوم نمبر هيطلع معايا بالمعادلة 2525. دلوقتي انا عندي واحد في السيستم، هشوف هيمشي امتى،
هاخد random number اللي بعده واقعد اضيف المعادلة التانية بتاع ال بتاع الديبرشال، هيطلع معايا 2 6 2 5. بشوف انهي الاصغر فيهم. انا دلوقتي الدقيقة دلوقتي 303، في واحد هيجي بعد 2:30 وفي واحد هيجي بعد هيمشي بعد 2:16، انهي اللي هيحصل الاول؟ اكيد اللي هيجي الاول، هو هيجي بعد 2:30، فانا هزود هستنى الوقت لغاية ما يجي بعد 2:30 واروح استقبله في السيستم بعد بعد 2:30، يبقى بجمع 2:30 دول على التايم القديم، هيطلع معايا 2:8 2:8. بيبقى عندك في واحد جه وعندي 2 في السيستم، بشوف اللي بعده هيجي امتى، بعوض بالراندوم نمبر بتاعي في المعادلة دي، هيطلع معايا 4 3 3 2. دلوقتي لما انا كنت في الوقت 303 كان اللي هيجي بعد 2:06، انا استنيت منهم 2:05، يبقى باقي 1/10 ساعة. فانا بطرح التايم الكبير ناقص التايم الصغير ويبقى هو ده الباقي في الوقت الجديد. تاني انا هنا دلوقتي الساعة 303، استنيت 2:30 عشان في حد يجي، الحد ده جه بعد 2:30 وده كان المفروض يمشي بعد 2:06، 2:06 فات منهم 2:30، يبقى اتبقى منهم 1/10. يبقى دلوقتي انا عندي 1/10، واحد هيمشي وبعد 4 ساعات و3 3 3 2 واحد هيجي، انهي الاقرب؟ اكيد ان واحد يمشي اقرب، يبقى الحدث هنا الجاي دي بارشل ان حد يمشي. هجمع الواحد من عشرة ده زائد التايم القديم، هيبقى معايا التايم دلوقتي 2:09 2:09 2:08. في حد مشي الخطوة اللي فاتت، بقى عندي واحد بس في السيستم دلوقتي، لسه مفيش حد جه، فانا ليه هشوف اللي بعده هيجي لما ده يجي ابقى اشوف اللي بعده هيجي امتى، مش ما بشوفش حاجة غير لما يبقى الخانة بتاعتي فاضية. بشوف اللي هيمشي اللي كان عندي في السيستم ده هيمشي امتى، انا دلوقتي شفت ده لقيته مشي، فدلوقتي يجي دلوقتي دور التاني في السيستم ان انا اشوف هيمشي امتى. بشوف الراندوم نمبر بعوض دي في المعادلة دي وبروح، هيطلع الناتج 4 4 2. انا دلوقتي كان في واحد هيمشي الخطوة اللي فاتت بعد 4 3 3 2، فات منهم 1/10 دقيقة، هيبقى هطرح 4 3 3 2 ناقص 1/10، هيتبقى معايا 4 2 3 2. هشوف انهي الاصغر، هلاقي ان حد يجي قبل ما حد يمشي، يبقى الايفنت بتاعي قريب. هجمع التايم ده زائد التايم القديم، هيطلع معايا التايم الجديد دلوقتي 7 1 6 0، ان في حد هيجي فيه. هروح للتايم ده هقول ان الايفنت حد هيجي، اروح لل هيبقى عندي في كام واحد في السيستم، عندي كان عندي واحد هنا ودلوقتي جبي واحد، يبقى عندي 2. اشوف في التايم اللي بعده في حد هيجي بعده امتى، لان انا دلوقتي ما بقاش عندي ارايفل، الوقت ده خلص خلصته بقى صفر، فانا هشوف التايم ده عندي اخد له راندوم نمبر عشان اجيب تايم جديد اللي بعده هيجي امتى، انما التايم ده لسه ما بقاش بصفر، لسه ليه قيمه ليه قيمه اهو، فانا بستنى عليه ما باخدلوش راندوم نمبر جديد. تاني ال arrival باخد له راندوم نمبر لان هو انا عرفت كده كل اللي هيجي امتى، وكله جه خلاص، كل اللي انا حسبته هيجي امتى جه، فانا ما بستخدمش راندوم نمبر غير لما اللي انا بحسبه بيخلص. هنا كنت حاسب ان في واحد هيمشي بس هو لسه ممشيش، فما باخدلوش راندوم نمبر، باخد راندوم نمبر للحاجة اللي خلصت. 4 9 2 الراندوم نمبر بعوض بيها في المعادلة اللي فوق دي، تطلع 2 0 3 2. هطرح الأربعة 4 2 8 ناقص الأربعة 2 3 2، هيطلع معايا ب1 6 9. بقارن بينهم أنهي الأصغر، أكيد هيطلع الزيرو 1 9 6 ده هو الأصغر، بقول إن هيمشي بعد 1 6 9، بزود 1 6 9 دي برضو زائد التايم ده هيبقى دي برشل، وامشي 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 لحد ما الاقي عندي 3 دي برشل، ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى كده عندي المسألة خلصت. بعمل باخد اخر تايم، بجمع اللي هو التايم الاخير ده زائد ده، وبعمل الخطوة دي
بكتب بس الرقم ده عشان بحتاجه معايا في الجدول اللي انا بعمله ده بتاع الايدل والويتنج، عشان بشوف هو هيمشي امتى. يعني الديبرشال اخر ديبرشال ده بيبقى هو بيمشي في الوقت ده، بيمشي في الوقت ده، فانا بحتاج الوقت ده عشان اكتبه في الاوف هنا. بعمل جدولي بشوف هو جه امتى، الارايفر بتاعي جه 3:03 اهو ارايف، مشي امتى، بشوف هو ديبرشال امتى، ديبرشال اهو 2:09:28، 2:09:28 مشي. هو مستناش، هو اول ما جه دخل انا استنيت 303 لان انا فاتح من صفر ومخدتش شغل اشتغل فيه غير 303. تاني كاستمر جه امتى، ارايفر 2:08:29، بدأت اشتغل فيه امتى، الاول هشوف هو خلص امتى، الاقيه خلص 3:07:35، اشوف انا بدأت اشتغل فيه امتى، اكيد بدأت اشتغل فيه لما اول واحد خلص بعد اول ديبارشال، بقول ان هو بداية الارايفر الجديد. بتشيك هنا بين الاوف والارايفر، بين الارايفر والاوف القديم، الكبير فيهم هو اللي باخده في الاون، زي ما سألت السيرفر، زي ما سألت المسائل بتاع الريبير مان، كنت بشوف الارايفر مع الاوف القديم. انا مش هينفع اخد شغل 2:08:28 وانا الشغل بتاعي القديم لسه يخلص 2:09:28، فبشتغل من 2:09:28، بيبقى عندي في ويتنج 1/10. بعد كده الايدل تايم بتاعي بيبقى بصفر، انا ما استنيتش، انا اول ما خلصت خدت شغل على طول. التالت واحد هو جه امتى، 7:16 ارايفل اهو، بحطه هنا، هيخلص هيمشي امتى، بحتاجها هنا اهي، اخر خطوة اللي انا قلت لكم اعملوا التايم بتاعها علشان بحتاجها هنا في الاوف اللي هو مشي امتى. برضو الويتنج اللي هو خلص قبل، خلص 3:07:56، وهنا ده جه 7:16:00، فالويتنج تايم بيبقى 1:09:06:69 اي حاجة. بجمع التوتال ايدل، بجمع التوتال ويتنج وبحطهم بس. هو كده المسألة ومش عايز حاجة تاني.